الأسباب الذاتية اللي تهم الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، نقول اللي القانون هذايا أنصف الوكالة. الوكالة هذايا السنة تعمل 20 سنة، في أفريل إن شاء الله باش نحتفلوا بعيد ميلادها 20. طيلة 20 سنة هذايا الحق الوكالة قامت بعمل جبار فيما يتعلق بالمهمة الأصلية نتاعها، وهي التنسيق بين جميع المتدخلين في ما يتعلق بالرقابة على المنتوجات، مختلف المنتوجات. عندنا الرقابة على المنتوجات الغذائية، المنتوجات الاستهلاكية، المنتوجات الكوسميتيك، الأدوية، معناها فما توت اون بانوبلي معناها دو برودوي كي سون سومي او كونترول دو لاجونس. À la coordination des contrôles autour des produits هذوما. الوكالة فيها العديد من الكفاءات متعددة الاختصاصات. دونك فما من المهندسين، الصيادلة، فما أطباء بياطرة. دونك كما قلت لك الفترة اللي تعدات الكل كانت الوكالة مكلفة بتنسيق التدخل نتاع الأطراف الأخرى. الوكالة توا القانون هذايا جعل منها مرجعية فيما يتعلق ب شو اسمه تقييم المخاطر. دونك لاجونس اي ديفونو اون ريفيرونس ناسيونال، والا لا ريفيرونس ناسيونال. دونك الوكالة ولات المرجع الوطني الوحيد فيما يتعلق بتقييم المخاطر الصحية والبيئية. هذايا يجعل من العمل نتاعها اكثر استباقية. دونك العمل نتاع الوكاله ولا دو لا بروسبكسيون دو ليفالواسيون دي ريسك اي دو ليفالواسيون دي اكسبوزيسيون. ما نستناوش حتى للي يصير لو ريسك، ما نستناوش حتى تصير الضرر معناها على المنتوج، لكن الوكاله معناها انطلاقا من الدراسات اللي تقوم بها، انطلاقا من المهام اللي تقوم بها، انطلاقا من عملها الميداني، تقوم بتقييم les expositions، معناها التقييم مدى التعرض الى المخاطر هذه. ومن ناحيه هذه تولي الوكاله المرجعيه الاستشاريه الوحيده للسلطات العموميه في اتخاذ القرارات اللي تهم السلامه الصحيه للمنتوجات. دونك العمل نتاعها كما قلنا مشى اكثر في النوعيه، دونك صارت نقله نوعيه في المهام اللي تقوم بهم الوكاله هذيا. هذاك علاش كما قلت لك نعتبروه منصف للوكاله، وهو القانون هذايا باش يبوئها المكانه اللي تستحقها، واللي الحق معناها بفضل مجهودات كافه الاطارات اللي موجوده لهنا تم العمل على هذايا، حتى من خلال برنامج توأمه تم مع الاتحاد الأوروبي على مدى سنتين، تم من خلاله الموائمة ما بين التشريعات الأوروبية فيما يتعلق بالمؤسسات المشابهة للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات والنصوص المتعلقة بالوكالة. تمت كذلك معناها اون مونتي اون كومبيتونس بالنسبه للاطارات والاعوان اللي موجوده لهنا. دونك خدمنا برشا على التكوين مع لي بارتنير نتاعنا، مع الشركاء نتاعنا الاوروبيين، خدمنا برشا على تكوين الاطارات لهنا اللي كما قلت لك معناها للمرور الى الدور الجديد هذايا اللي ان شاء الله باش تقوم به الوكاله، وهو تقييم المخاطر اكثر منه التصرف في المخاطر، لانه تعرف مساله السلامه الصحيه ومنظومه السلامه الصحيه قائمه على التفرقه هذه اللي موجوده ما بين التصرف في المخاطر اللي عندها الهياكل المعينه اللي هي تقوم بالرقابه واللي هي تقوم بالتعاطي مع الحوادث كي يقعوا، والهياكل المكلفه ب تقييم المخاطر هذه وتحديد مدى لا فريسمبلونس والا لو ريسك اللي كونه تصير مخاطر معينه في التعاطي مع ماده معينه.